سائل يقول: أحد الإخوة مات والده في بلاد الكفر ودفن هناك، وهو الآن يريد إعادة دفنه في بلاد الإسلام، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان دفن في بلاد في مقابر المسلمين هناك لا، إذا كان دفن في مقبرة للمسلمين فالحمد لله حصل المقصود، لا يحتاج. إنما أما إن كان دفن في مقبرة الكفار فعليه أن يخرجه منها ويدفنه في مكان آخر مع المسلمين. نعم.